صباح جديد بيجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. صباح الخير يا طارق. صباح الخير يا نهلا وصباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد علينا وعليكم يا رب، ودايما الايام اللي جايه تبقى افضل واحسن بكتير قوي. النهارده عندنا الحقيقه فقرتين والارتباط بينهم مهم، لانه زي ما بنقول دايما انه فكره الافكار وان الافكار دي بتتنامى وبتتناقل ما بين البشر. طيب الافكار دي ممكن تكون افكار خاطئه، ممكن تكون افكار صحيحه. مين الميزان بتاع الافكار دي؟ واحد، العلم بالتاكيد، ان يكون عندنا علم حقيقي، يكون عندنا فهم لما يحدث حوالينا، يكون عندنا نوع من انواع الفنون البسيطه السهله، القوه الناعمه بتاعتنا اللي بنسمع الكلمه دي كتير قوي، دي كانت مؤثره بشكل مباشر في المجتمعات وفي البلاد اللي حوالينا وراحت لاقصى مكان في العالم وفي الدنيا وفي الارض، في الكره الارضيه كلها، فنون بتوصل اسرع واكتر. النهارده هنتكلم عن افكار للقضاء على الارهاب. لما نيجي نسمع عن كلمه افكار يا نهله، يعني هو بنسمع انه عايزين نقضي على الارهاب، بنسمع على التطرف، بنسمع على انه في حاله عجيبه حصلت بقالها سنوات طويله احنا مش عارفين نعالجها، بنعالجها امنيا، بنعالجها، بنسمع تغيير الخطاب الديني، والخطاب الديني بيجي في ذهن بعض الناس انه هي خطبه يوم الجمعه. لا، الخطاب الديني هو حتى وانت بتتعامل مع زميلك في الشغل او زميلتك في العمل باسلوب راقي بكلمة طيبة، هو ده الخطاب الديني. لما بتتكلم كمان على التعليم ونيجي نرفع قيمة المعلم مرة تانية اللي راحت، معلم النهاردة بيجري عشان يدي الطالب درس عشان ياخد الأجر بتاعه، القيمة هنا بقت في الأجر اللي بيتقاضى. هل دي قيمة المدرس؟ وهل ده معناه هيطلع مخرج من التعليم جيد؟ أنا بشوف إنه ده نوع من أنواع التطرف والإرهاب برضه. صح؟ صحيح. علشان كده النهارده انا سعيده جدا بان مجموعه من الشباب يا طارق هم اللي بيتبنوا مؤسسه بنك الافكار. هم عاملين مع نفسهم جمعيه سموها بنك الافكار. جمعيه بنك الافكار اكيد مش مختصه بالفكر عن الارهاب فقط، ولكن بمجموعه متنوعه من الافكار لبناء وتقدم هذا المجتمع على ايدي الشباب، منها مبادره عاملينها السلام في كاس العالم. انا مش عارفه يعني ايه هي مبادئ هذه المبادره، لكن هنعرفها منهم النهارده. ايه تصورهم لفكره السلام وفكره ان احنا نحارب الارهاب بافكار شبابيه غير تقليديه؟ طبعا كل الناس بتقول ان السلاح الامني فقط او الكفاح الامني للارهاب وحده لا يكفي، لكن ايه طيب الحاجات اللي لابد من تحديدها والعمل عليها في استراتيجيه كبيره وطنيه؟ وطبعا اذا كان الرئيس بيساند الشباب وبيعمل مؤتمرات للشباب وبيقتنع بافكارهم وبيقول ان احنا لازم نطبق الاستراتيجيات اللي بتطلع بيها مؤتمرات الشباب على الارض، فمعانا اهو استراتيجيه اعتقد انها ممكن تكون متكامله، هنشوفها ونشوف امكانيه تطبيقها على الارض لمكافحه الارهاب، سواء بالفن والسينما او بوسائل الاعلام المختلفه او بالمؤسسات التعليميه اللي اتكلم عنها طارق، المعلم والمنهج التعليمي اللي ممكن يخلق ارهابي عن طريق الحفظ والتلقين. صحيح. ومنهج السمع والطاعه، او يخلق بني ادم مفكر قادر على ان هو يعمل عقله ويبحث علشان يتعلم، لان التعليم ده هو بحث متواصل. انا عايز اكمل معاكي. المدرسه يا جماعه، انا بتخيل انه المدرسه دي هي كانت المؤسسه الوحيده الاقوى على مستوى البلاد كلها اللي هي كانت بتربي وتعلم وتدي المهاره وتدي النشاط المدرسي وعمليه التهذيب، اسمها وزاره التربيه والتعليم، التربيه الاول قبل التعليم، ثم بعد كده التعليم، كيفيه التعلم ازاي، فكرة انه الواحد يبحث عن المعلومة ويفكر فيها ويشغل دماغه زي ما قالت نالة، اعمال العقل مرة تانية، مش بياخد المعلومة ويروح يحطها في ورقة الاجابة وبعد كده ما هتخلص. يعني امتحانات نص السنة خلاص فاضل لها ايام، سواء على مستوى الجامعات او المدارس هتخلص الامتحانات. اقسم بالله لو حد سأل من حضراتكم اولاده انت فاكر ايه من الترم ده، احنا في كارثة كبيرة جدا. هيقولك انا مش فاكر، لان هو بيحفظ بس وعنده كم من المواد ضخمه جدا. بعد كده لما تيجي تقول له فكر شويه في حاجه، هو يا جماعه ما اتدربش على ده. فلما هيجي واحد هيقنعه بفكره، يمسكه سلاح، يلبسه حزام ناسف، زي ما بنشوف انتوا حتى الحوار مع هؤلاء الارهابيين لما بيتمسكوا، انت بتشوف انه في واحد ده خارج الكون، ده خارج اطار المجتمع، ده ما اتعلمش حاجه في حياته، وتتفاجئ انه معاه شهاده.
ايه الشهاده دي؟ عادية. مش شهاده عاديه، ده بقى خريجي هندسه وخريجي طب، يعني ناس من المتفوقين جدا، واحيانا بيكون متفوق رياضيا كمان. صحيح. ونلاقي ان هو بيتجه للارهاب وحياته كلها بتتحول، وده مرده مش بس الافكار الغلط، لكن ايضا ممكن يكون مرده فساد، فقر، يعني في مجموعه من العوامل، احساسه بظلم او قهر اجتماعي من اي نوع. صحيح. لازم تصنيف. نبحث في كل العوامل دي، يعني مش بس الارهاب دايما هيقول ان مرده الافكار الخاطئه اللي لانه يعني كان لبنه سهله الارهابيين، لا، خلينا نتكلم كمان، نوسع الدايره. هل هو حاسس بظلم اجتماعي بشكل ما؟ هل هو حاسس بظلم سياسي بشكل ما؟ هل هو مثلا يعني ظروف اسرته ايه الاجتماعيه؟ كل الحاجات دي ممكن تؤثر على الانسان، مش بس ان هو يكون يعني فريسه سهله لافكار سيئه. النهارده هنستضيف داليا عبد العزيز، المنسق العام لجمعيه بنك الافكار، وآلاء كمال الدين السعيد، رئيسه اللجنه الثقافيه بالجمعيه. هيكلمونا عن بنك الافكار بشكل عام، هنعرف ايه هو بنك الافكار، بيقوم على ايه، وهنتكلم عن مبادرتهم لمكافحه الارهاب. تمام. الفقره الثانيه معانا، وهنتكلم على الفنون، وبنتكلم طبعا على الفن السيناوي، وده فن بالتأكيد، يعني حضراتكم كلكم لما بتكونوا في محفل أو بتكونوا المتابع الحالة الثقافية أو الفنية، سواء في الأوبرا سواء في ساقية الصاوي اللي هي الأماكن الثقافية في مصر، ولما بيكون في فن سيناوي باللغة بتاعتهم، بالأغاني بتاعتهم، بالزي بتاعهم، بيحظى على إعجاب واهتمام الجميع، وده فولكلور أصيل لازم نحافظ عليه كمان نصدره للعالم كله، لان دي الهويه المصريه. هيكون ضيوفنا في هذه الفقره فرقه منصور العميري والشيخ خير الله من سيناء الحبيبه، وهيشرفونا النهارده في مصر جميله ونشوف هذا الفن الراقي. دول فقراتنا، اتمنى ان شاء الله يكون في يعني تفكير، ويكون في حوار مباشر اولا بين الاسره بعضها وبعض، يكون في كلام، يكون في نضج في الحديث، ثم بعد كده نهتم ويكون في اهتمام كبير قوي بالتعليم. بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم في فقرتنا الاولى.